محمد شريف كمان كانت موجودة في استاد القاهرة، لقاء آخر نطلع نتابع. يلا يلا محمد شريف، ده انا حضرته فرحه. يلا من جديد بجد تحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. محمد شريف واحد من اللعيبه اللي انا عارف بره باهله، يعني حريص في كل وقت على دور اسرته ووالده ووالدته. ايضا النجم الكبير شريف شاري، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. عايز ابارك له بقى الاول، اقول له كل سنه وانت طيب يا شاري، ربنا يحفظه لك وتشوفه لعيب كبير جدا ويكون امتداد ليك باذن الله. شاري الحمد لله، طبعا بنحمد ربنا طبعا على بطوله الدوري، يمكن هي كانت غايبه السنتين اللي فاتوا، كان ضروري جدا ان احنا ناخدها السنه دي. الحمد لله احنا الموسم ده يمكن خدنا كل حاجه، ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن باذن الله ان شاء الله. شاري انا حضرت فرحك ولمست فيه مدى حب الناس لمحمد شريف، الناس اللي كانت موجوده، برك باهلك. اعتقد دي رساله مهمه جدا يا شريف النهارده ان هم يكونوا موجودين وهم جزء من نجاح محمد شريف. اكيد طبعا الاهلي طبعا بيجوا في المقدمه، يعني انت بتفضلهم عن اي حاجه، هم اصلك وهم كل حاجه، فطبعا بشكرهم طبعا على وجودهم جنبي ودايما داعم ليا، يعني لما بكون متضايق وكده هم اكتر ناس بتقف جنبي يعني في الوقت ده. انت شيري عمرك ما تكون متضايق، انت دايما بتفرحنا وبتفرح كل الجماهير. ما فيش حد ما مش فرحان على طول، في وقت طبعا بيعدي عليك بتبقى مخنوق فيه زعلان فيه طبعا، فهم دايما اللي جنبي يعني حبيبي. اعتقد دورهم مهم جدا معاك يا شريف، هم اغلب الوقت واكيد بيخففوا عنك كتير من الضغوط يا شريف. اكيد طبعا، يمكن انت ما بتشوفهمش كتير طبعا، انت عارف ان اللي بيلعب في النادي الاهلي طبعا بيبقى مضغوط على طول، ماتشات كتيره، يمكن انا ما بقعدش في بيتي يومين على بعض، فدي ضريبه اللعب في النادي الاهلي. هديه شريف جبت له ايه في عيد ميلاده وغير هديه الدوري؟ خلي بالك يا شيريا بقى. لا هو كل حاجه ليه. عايز اسال حضرتك ايه احب الاكلات بقى اللي شيريا في البيت بيحبها؟ اكله خفيف على فكره، احنا دايما بنشوفه في المعسكرات. ايوه اكله خفيف بس بيحب الحمام والمحشي، بيحب المحشي وبيحب المكرونه والفراخ المشويه بيحبها طبعا جدا، بيحب اكل كتير اصلا. حبيبي يا شيري عايز اروح بقى لوالدك ووالدتك، اعتقد ابدا بست الكل، برحب بحضرتك. ودور محمد شريف ودوركم معانا، يعني انا عارف مدى بر محمد شريف باهله، اعتقد ده مهم جدا وهو ده سر نجاح اللاعب لاعب الكوره او سر نجاح اي فرد. ايوه ربنا يبارك له وربنا يصلح حاله ونشوفه كمان، وكانوا الف مبروك للنادي الاهلي ونجاح لنجاح كتير كده دايما يا رب على طول. محمد شريف دايما بيتكلم على دور اهله ووالده ووالدته ان هم دايما بيخففوا عنه كتير من الضغوط، عارف دور حضرتك معاه النهارده الفرحه حلوه وفرحه الجماهير اعتقد مهمه جدا. طبعا حاجه سعاده ما تتقدرش، احنا مش عارفين نوصفها لك ازاي. يعني محمد يعني ربنا يصلح حاله ويسهل له، مش مخلينا عاوزين حاجه وربنا يكرمه ان شاء الله. دايما في افراح ودايما في بطولات ودايما النادي الاهلي بيجمعنا. الله يخليك، الحمد لله، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس ادارته وجمهوره. فرحة مهمة جدا مع أسرة محمد شريف، أعتقد أسرة مصرية والجميع لمسنا مدى الحب، مدى يعني حالة البر محمد شريف بقاله، أعتقد دي رسالة بيبقى مردودها بنشوفه في حياة محمد شريف. مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي من جديد، تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو.